التجارية بأوروبا. أولا كنا كننتظروا متدخلين آخرين، ماشي مشكل، جابوا جوج الناس، واحد جاري في قنيطرة وواحد جاري في ستراسبورغ، ومزيان يعني تدخلات و تصنتنا اليوم بجدية، وداك الشيء كان في المستوى، إلا أنه كاين تعقيبات على التدخلات ديال الإخوان اللي شاركونا. وقبل ما نبدا التدخل ديالي كنشكر ماوك ديفلوبمون اللي تاح لنا هذه الفرصة باش نعبروا على المشاكل ديالنا ما يخص المشاركة السياسية. وكنبدا بادئة ديفل أن عندنا ثلاثة الحوايج، الجالية المغربية عندها ثلاثة الحوايج. لن نتخلى بشبر عن صحرائنا المغربية، ولن نتخلى على ملكيتنا المغربية، ولن نتخلى على مشاركتنا السياسية الفعلية بالبرلمان التشريعي المغربي. هذه نقطة ثالثة الجالية عبرت عليها بشكل واضح، رغم أن كانت محاولات ربما فاشلة، ما كنحكمش على هذا الشكل هذا ديال العقاب كما أشار لها الأخ الجبالي، ولا تدخل ديال الحزب اللي كان كيتبنى المشاركة السياسية واللي وقع تراجع في التدخلات ديالو. بالفعل كاين جرائد كاين وجود، جرائد جديد والمواقف ديالكم كانت واضحة إلى آخره، ولكن التدخل ديالك مؤخرا قلتي كاين إشكال. الطرق طرق، راكم في الحكومة، راكم في الحكومة سير أنا على الواضح. لا لا قلتي التدخل الطرق بقاو حنا، راه شي شحال حنا من عام حنا غير كنناقشوا، كاع ما وصلنا حتى شي نتيجة في هذيك البلاد، غير المناقشات والحوارات ومازال غنديروا لي كمل المناقشة السيزون الأخير. كمل السؤال ديالك واسمح لي بلا قطع الفم، ما نحتاجش كنفعل أنايا كاين مشكل غير كملنا. لاحظنا مؤخرا كاين هجوم ديال الأحزاب المغربية في أوروبا، لاحظتوا مؤخرا المؤسسات والاحزاب كلشي تحركت. انا بغيت غير نفهم علاش، ما نوضحش السؤال اكثر، ربما الاغلبيه فهموا المساله. سؤال لماذا انا كل جاليه فاش كيحتاجوها في الدبلوماسيه الموازيه على المستوى ديال الصحه، كاين تواجد كثيف وكثير شجاع ومواقف ومحارب خارج البلد من أجل ضبط وتوطين القرار المغربي اللي هو واضح وإن فيه لا هذاك النزاع لا غالب ولا مغلوب. اقتراح ديال المغرب يعني منطق وعقلانية كيظهر بأنه من المواقف اللي خداها المغرب شجاعة واللي هي حل يعني ما تجرب. السؤال الداخلي كليتها فيما يخص المشاركة السياسية والارتيكل 17، الارتيكل 17 غير واضح بالفعل كما قال الأخ الباح الوزير المحترم أن للوا أورغانيك هو اللي غيقنضوا كيفاش غتكون هذه المشاركة هذه، ولكن خاصها تكون برغم أن الحكم ديال بعض الإخوان كيقولوا فشل ديال المحاولة الأولى. فالحادث يوحي بالفكرة، الفكرة تقود إلى التجربة والتجربة تحكم بدورها على الفكرة. درنا في من التجربة هذا ما يمنعش باش تكون مواطنة حقيقية وفعلية ديال الجالية المغربية اللي كتمثل عدد كبير، لأن ما نقدرش نقول العدد لحقاش تدخل ديال الأخ بشعي من إيطاليا اللي شارك معنا في الصرخة ديال ستراسبورغ. ما عارفينش السيكرام بالعلم على أن أستاذ الرباح الوزير المحترم دار لي كور دي ستاتيستيك سي جو ترومبارا، يعني يقدر يمشي بهذا الاتجاه هذا، لان الطرق سي فري كاين اوراش في المغرب اللي هي خدم عليها المغرب وتقدمات بزاف ديال المسائل وغادي بسرعه وكاين تيجي في الى اخره، ولكن كاين مازال ناس محرومين من التلفازه من الاذاعه من الجرائد الى اخره وعلى راسهم احمد السنوسي. وكاين